قدرك عليها وانت اداء ودود. شكرا جزيلا للكابتن محمد يوسف المدرب العام للاهلي ومدير الكوره. اعتقد ان دي الاجوان بتاعت نجوم المستقبل. طب ما تعد لنا الجون ده تاني، احنا ما شفناهوش. دول شوارب اهو، ده ازاره الهدف الاول. ازاره الهدف الاول، وهشام محمد الجون الثاني، ضربه جزاء. هشام لعيب امكانياته كبيره، امكانياته كبيره وشخصيه يعني رصينه، اتمنى ان الظروف تسمح، ولكن اصاباته الحقيقه حالت دون الاستفاده منه بشكل الواجب. نرجو له التوفيق، محتاجين له جدا الموسم القادم ده، خصوصا يعني في المشوار الافريقي. لعيب امكانياته عاليه بصراحه. طبعا امكانياته عاليه وشخصيته كويسه وكل حاجه يعني.